تمام. مثلا خلينا في السكول بتاعتنا، التبل بتاعتنا، تعال نخش على SQL. هقول له create، تمام، trigger، ومثلا التريجر ده ممكن هديله التايمنج هنا مثلا انا هسميه، او انا هديله اسم يعني هسميه before underscore مثلا teacher update. يعني ايه؟ تمام، ده اسم، ده مجرد ايه؟ مجرد اسم. لكن انا بالنسبه لي عشان احدد حاجات يفهمها التريجر بحددها بعد الاسم، ماشي، كريت تريجر واسمه، تمام، اديله بعد كده قلت له before، وممكن اقول له after، تمام، وبعد كده بديله الامر اللي انا عايزه يشتغله before، تمام. فانا هقول له مثلا انا عايز اشتغل على الابديت، او عايز اشتغل على الانسيرت، او عايز اشتغل على الديليت. خدنا بالنا كده؟ يبقى before او after والعمليه، ماشي. طيب، وبعد كده بقول له on ايه، يعني على ايه، يعني على مثلا على تيبل التيتشر مثلا، او على تيبل مثلا الستودنت، او على شيء ما، تمام كده. طيب، على تيبل ما او على عمليه ما، اربطه بترانزاكشن. حلو، يبقى التريجر واسمه، بيفور او افتر، تمام، او في حاجه اسمها انستيت هنعرف عليها، هتعرف عليها، والعمليه سواء كانت الابديت او الانسيرت او الديليت، اون على تيبل معين، على فيو معين، عمليه الى اخره، تمام. وممكن احدد كمان حاجه اسمها فور ايتش رو مثلا. فور ايتش رو معناها مع كل رو بيحصل، يعني مع كل عمليه، يعني مثلا ممكن اكون مدي امر، ممكن اكون مدي امر ان انا مثلا بنادي على ستور بروسيجر مثلا بيضيف لي 10 سجلات، او جمله انسيرت بتضيف لي 10 سجلات، او جمله ابديت بتعمل لي ابديت وير، والشرط مثلا وير ان السيتي كايرو، فبيعدل مثلا 100 سجل، او تمام. فلما اجي اقول له فور اتش رو، يعني الستور بروسيجر ده هيفاير مع رو رو، هيفاير مع ايه؟ مع رو رو، يعني بيشوف حاله سجل سجل، مش مجرد بيشوف سجل واحد، ممكن اخليه يشوف وان رو، بيقوم مع وان رو خلاص. يعني ايه بيقوم مع وان رو خلاص؟ مش محتاج اكتر من وان رو، و لان انا مثلا بتلاقي بالعمليه اللي تمت مين اللي عملها وبيعمل ايه وخلاص مثلا، فبقى 20 رو 3 رو ما تفرقش معايا. وفي ساعات بقول لا، ده انا رو رو بروح اتحقق من شيء او اعمل شيء معين اتاكد منه ان هو سليم ولا لا، تمام؟ تمام كده؟ طيب، وهاجي نوت او قايل له مثلا انا عايز اعمل ايه، ابدا بقى اشتغل انا عايز اعمل ايه. فمثلا هاجي اقول له انسيرت، عايز اعمل انسيرت انتو مثلا، هيكون عندي تيبل تاني مثلا اسمه تيتشر اندرسكور مثلا اوديت، تمام. عايز اعمل تيبل تاني للتيتشر بحيث ان اي حد هيعدل ابقى عارف بيعدل ايه والدنيا فيها ايه بالظبط، فاهم اللي لعب دوت وغير غير فين. فانا بعمل انسيرت في تيبل تاني، ماشي، واخدين بالكم؟ يعني لما اي حد يجي يعمل تعديل في التيبل بتاع التيتشر قبل التعديل ما يتم، هعمل انا ايه؟ هو عامل انسيرت في تيبل اسمه التيتشر اوديت، وهخلي واعرف مثلا فاريبل، احنا عرفنا يعني ايه فاريبل مفترض في الستور بروسيجر فانكشن. اقول له مثلا انا عايز اعمل حاجه فاريبل اسميه مثلا الاكشن، ودايما ده الاكشن بتاعي مثلا ابديت، او مش محتاجين ممكن نشتغل على طول ابقى احط قيمته ثابته، لان هو بالنسبه لي ثابت، تمام، هو بالنسبه لي ثابت. ماشي. فانا مثلا عايز اعمل انسيرت على تيبل تاني، انا كده محتاج تيبل صح؟ عشان اقدر ادخل فيه البيانات اللي هي دي، البيانات بتاعتي، البيانات اللي هي انا عايز اعمل لها انسيرت. انا مثلا محتاج ان انا اضيف ان الاكشن او العمليه اللي تمت هي عمليه ابديت، لان ممكن اعمل في الاوديت ده برضو كمان شويه اعمل اوديت على الانسيرت، واعمل اوديت على الديليت، اي حد يجي يدلل تيتشر
انا عايز احتفظ ببيانات التيتشر اللي اتحذف ده، لان ممكن يكون في حد لعب في شيء او في قيمه اتغيرت او اي حاجه. فانا مثلا هقول له ستيت، خليني اكتب التريجر كله وبعد كده ارجع اعمل لكم التيبل اللي هو التيتشر اوديت ده، نزوده ونشوف هل هيتم تشغيله ازاي وكلام زي كده. فانا اقول له مثلا ست ان في كولوم هيبقى اسمه الاكشن، اخلي مثلا قيمته مثلا ان ده انا دلوقتي بعمل جمله ابديت، تمام؟ دي الجمله اللي شغاله دلوقتي. و قلت له كمان عندي التيتشر، انا عايز اشوف بيانات التيتشر اللي انا عايز اعمل لها اوديتنج او عايز اسيبها عندي. ممكن نصبر، بتهيألي كلكم شايفين كويس، مش محتاجين الحجم الكبير قوي ده، صح؟ تمام. فانا عندي مثلا في التيتشر هنا كان ايه الكولومز اللي عندي؟ مثلا عندي مجموعه من الكولومز زي السيتي والديبت وورك والجندر والهاير ديت والنيم والرانك والسلام، مش عايز اسجل كل ده طبعا، انت هديك حق تسجل ده كله يعني، بس انا عشان اختصر التريجر قدر الامكان يعني. فانا قلت له هيبقى في عندي حاجه اسمها الاكشن، هيبقى بس ان ده ابديت، ممكن اسيب التيتشر اي دي مثلا، التيتشر اي دي طبعا هجيبه منين؟ التيتشر اي دي مفترض اجيبه من البيانات الاصليه. ففعليا بيبقى فيه، لما بيبقى فيه جمله ابديت شغاله فعليا بيبقى معايا بيانات قديمه ومعايا بيانات جديده. يعني ايه معايا بيانات قديمه ومعايا بيانات جديده؟ يعني في بيانات القديمه اللي هي نقصد بيها البيانات اللي موجوده في الداتابيز قبل الابديت، والبيانات الجديده بنقصد بيها البيانات اللي تتحدث، يعني البيانات الاحدث. يعني هو دلوقتي بيعمل ابديت فوارد يغير التيتشر اي دي مثلا، فهيبقى في الاولد تيتشر اي دي والنيو تيتشر اي دي، تمام؟ مثلا بيغير النيم، هيبقى في عندي الاولد نيم والنيو ايه؟ والنيو نيم، تمام؟ بيغير مثلا السالري، هيبقى عندي الاولد سالري والنيو سالري، مفهومه كده؟ تمام؟ فانا قلت له التيتشر اي دي هيجيبه منين؟ قلت له اولد، بكتب كلمه اولد كده دوت تيتشر اي دي، تيتشر اي اي دي، كده هياخد التيتشر اي دي اللي هو القديم ويحطه جوه التيتشر اي دي اللي جوه التيبل اللي احنا هنعمله اللي اسمه تيتشر اوديت، تمام؟ طيب لو انا مثلا عايز اسلم النيم بتاعه، فانا هعمل حاجه اسمها النيم واقول ده هيجيبه منين؟ هيجيبه هيروح برده على الاولد، على الاولد داتا دوت النيم، يعني اسم القديم بتاع التيتشر ويسجله عندي. ومثلا خلينا ناخد الهاير ديت والسالري وكفايه مثلا، او حتى السالري والفكره وضحت، الفكره وضحت مش محتاجين نطول على الفاضي، الفكره تبقى ايه؟ وضحت بالنسبه لنا. قلت له الاولد دوت سالري، يعني عايز السالري القديم يتسايب وليكن كفايه، او محتاجين نسايب كمان امتى الكلام ده حصل. مثلا ممكن يسايب كولوم اسمه الترانزاكشن ديت، تمام؟ الترانزاكشن ديت اللي هو تاريخ الحركه اللي حصلت دي، وطبعا ده ممكن اسجله باكتر من اسلوب. فانا مثلا ممكن اقول له ناو، وناو بالنسبه لي الفانكشن هتجيب لي تاريخ الحاله كده اهو. ده التريجر بتاعنا عشان نقدر نشتغل ونشغله، او تعال نكريته الاول. لو عملنا له جو قال لي ان هو اتكرت مفيش مشكله، طيب قلت له ماشي حلو، بس احنا محتاجين نعمل التيبل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اوديت ده، التيتشر اوديت ده، عشان نشوف الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصل، او ناخد التريجر ده، سوري ناخد التريجر ده كده كامل كله، وانا كنت اخدته تمام كويس جدا. وتعالى بينا نروح على التيبلز، نعمل نيو تيبل. التيبل ده هنسميه زي ما اتفقنا مع التريجر بتاعنا، هنسميه before teacher update، لا اسمه ايه التريجر؟ التيتشر اوديت، صح؟ فده اسمه هنا هيبقى كده، وهنحط البيانات بتاعته
اللي هي حددناها برضو في الانسيبت بتاعتنا. ممكن نعمل الاول اي دي كده خلاص، وده انت عادي مش مشكله، لكن عايز اجيب السكرول اهو. طبعا ممكن نحط عليه ان هو يبقى البرايمري كي بتاعنا. هتحط اي ادفانسد اوبشن، تقول لا مش محتاجين مثلا اربعه خلاص. طبعا ما اعرفش احنا اخدنا ازاي نتعامل مع الانترفيس هنا، ولا كله كان اوامر بس. ها بس انت اكيد بس هو سهل يعني. تمام طيب. كل امر من السيكوال مش مشكله يعني. هو طبعا انا كجي واي العمليه بسيطه ما فيهاش اصلا اي مشكله. الناس لو اتعودت عليها هتلاقي الموضوع اسهل بكتير يعني، او سهل ما فيهوش مشكله. هو هنا شويه خصائص طبعا، هو بيديك اوبشنز كتيره ممكن تكون اغلبها انت مش محتاجها، لكن برضه بتبقى موجوده، بحيث ان بيحاول يغطي لك كل الاوبشنز اللي ممكن ان انت تبقى عايز تستخدمها يعني. تمام طيب. على العموم انا بالنسبه لي مش فارقه، كله سيان يعني. لكن لو انتم عايزين نعمل كده مثلا، هيبقى التيبل بتاعنا كرييت تيبل. تمام، والتيبل ده كان اسمه زي ما احنا عايزين هنا، اسمه تيتشر اوديت صح. ونبدا نحط له الفيلد بتاعته مثلا، وليكن عندنا الاي دي ده كده مثلا انت. تمام، ممكن نعمل له مثلا برايمري كي، ممكن نخليه برايمري كي ملوش لازمه، اوتو نمبر مثلا او اوتو انكريمنت اسف، عشان يبقى بيزيد على طول، بيزيد اوتوماتيك يعني، احنا مش محتاجينه في اي حاجه اصلا، مش محددين له هنا وجود صح. المفترض يبقى اوتو انكريمنت عشان يبدا يزيد اوتوماتيك 1 2 3 4 كده مش اكتر. ومثلا عندنا بعد كده التيتشر اي دي، فنعمل له التيتشر اي دي. كان طبعا هناك كان كاركتر على 4، طبعا لازم يكون نفس الداتا تايبس بتاعت التاني عشان لما يجي يعمل هنا انسيرت ينفع يعمل انسيرت صحيح. تمام، وبعد كده كان عندنا ايه تاني؟ عندنا النيم، هنعمله بار كاركتر على مثلا 60. عندنا ايه تاني؟ السالري، تخيل ان هو كان فلوت 7.2 تقريبا صح ولا 9 مش فاكر، خليه اوسع عشان ما نرجعش نصلح فيه. وعندي الترانزاكشن ديت اللي هو تاريخ الترانزاكشنز نفسه، وتاريخ الترانزاكشنز نفسه ده هنختاره اللي هو ديت تايم عشان يسيب التاريخ والوقت. ايه تاني محتاجينه؟ بيتهيألي بس صح؟ ولا في حاجه تانيه؟ طبعا احنا برضو زي ما كنا اخذنا اوامر اللي هي اف اكزيست يعني، بنكريت الحاجه لو كانت مش موجوده، او بندروبها لو كانت مش موجوده ونشتغل نفس الكلام. احنا ممكن نقدر نيجي نقول الامر، نيجي نقول ايه؟ نعم هو الوقت اليوزر بالنسبه لنا احنا لسه ما خدناش اليوزرز، ان شاء الله ما ناخد اليوزرز، لان اليوزرز دلوقتي احنا بنكونكت يوزر واحد دايما يعني، فالعمليه كلها بالنسبه لنا مش مضيف. لكن احنا بعد كده لما نيجي ناخد اليوزرز هتكلم معاكم على اليوزرز والصفحات والحاجات دي ان شاء الله، عرفت القصه دي. لكن انا لما ممكن اقول له دروب تيبل اف اكزيست اللي هو اسمه ايه تيتشر اوديت، بنفس الفكره اللي احنا كنا عملناه قبل كده. لو كان التيبل موجود دليته وبعد كده كريت لي ده، بحيث لما الاوامر دي تتاخد في اي مكان في اي وقت ما بتضيعش بتشتغل، بس خد بالك من الديتا يعني. على العموم انا اخدت الاوامر بتاعتي خلاص دي اللي احنا عملنا ده، فقلت له ايه انا الاوامر انا عايزك تنفذها لي، قلت له جو.
في ايه؟ قال لي تمام الامر اتنفذت. امال ايه؟ كان طلع ايه؟ ماشي مش مشكله، مش عارف ما اخدتش بالي من ال... طب التيبل موجوده؟ قال لي التيبل موجوده، التيتشر قال لي تمام. تمام التيبل لسه ايه؟ بالنسبه لنا لسه ايه؟ فاضي صح؟ تعالى احنا قلنا ان العمليه هتتم لما بيحصل، احنا كنا عملنا التريجر بتاعنا بيفور ابديت صح؟ فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل جمله ابديت على التيتشر. فانا لو دخلت على التيتشر، عشان في عندي تيتشر رقم 10، لو جيت قلت له مثلا ابديت مثلا التيتشر، قلت له ست، تعالى بقى مثلا السالري، بس السالري بيساوي مثلا 20,000 وير التيتشر اي دي بيساوي 10 مثلا. دي جمله ابديت صريحه ما فيهاش حاجه صح؟ بس مفترض ان جمله ابديت دي تشتغل وتشغل والتريجر يشتغل صح؟ فلو انا رحت على اس كيو ال كده وقمت رامي جمله الابديت العاديه دي وقلت له يلا جو، احنا نسينا الاكشن. بص هو ضرب هنا ايه؟ بيقول انا جيت بعمل حاجه فلقيتش كولوم اسمه اكشن، ضرب، لان يعني تقريبا في الكرييت احنا نسيناه صح؟ نسينا الاكشن صح؟ لكن احنا اصلا جوه التريجر التريجر بيرمي جوه الاكشن حاجه اسمها ابديت، وبيرمي جوه التيتشر اي دي، وبيرمي جوه النيم والسالري، فهو بيدور على الاكشن ما لقوش. فانا قلت له اه صحيح، احنا المفروض نحط الاكشن. الاكشن ده يبقى ايه؟ بار كاركتر مثلا على 20 مثلا. قوم جاي واخد برضه دروب وكرييت تاني عشان التيبل بتاع الاوديت ده يترمي ويتعمل من جديد، اللي هو عشان نزود ال تقريبا مش عارف ايه. ايوه يا عم ريت ماشي، عملنا التيبل جديد تيتشر اوديت، بقى الاكشن اتضاف اهو. قلت له حلو، عايزين معلش نروح على السيكوال وعايزين نعمل جمله الابديت اللي ما اشتغلش المره اللي فاتت بسبب غريب، بسبب ان هي كانت مش شايفه في تيبل اسمه، يعني في فيلد اسمه اكشن مش موجود. طبعا ده معناها ان التريجر فاير اصلا ولا ايه؟ معناها ان التريجر فاير، والا كان هيعرف منين ان مفيش في تيبل. انا بعمل انسيرت، انا بعمل ابديت في جدول التيتشر مش في التيتشر اوديت. فان هو يلاقي ان التيتشر اوديت ما فيهوش اكشن معناها ان هو ايه اللي حصل؟ تمام. اما اجي كده اقول له جو، قال لي ماشي انا عملت لك جمله ابديت. طيب تيتشر اوديت ده بقى اللي هو قد يكون في حته ثانيه في شغل ثاني، انا حاطه على جنب الشغل بتاعي. لما اخش على تيتشر اوديت قال لي بص، قال لي اول عمليه على تيتشر اي دي رقم 10، التيتشر اي دي كان اسمه محمود حسين، كان بياخد 15,050 ده القديم طبعا، والترانزاكشن ديت اهي، والعمليه عباره عن عمليه ايه؟ عباره عن عمليه ابديت. ها وصلت الفكره؟ يبقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا تريجر فاير اوتوماتيك وقام بالعمليه المطلوبه صح ولا ايه؟ العمليه المطلوبه بتاعتنا ان هو انا بسيب بيانات معينه طبعا بمزاجي على حسب اللي انا عايزه. انا اديكم فكره بسيطه اكزامبل، لكن احنا ممكن نشتغل فيه ان هو يقدر يعمل عمليه مختلفه صح؟ او يقدر يحتفظ بالبيانات كلها او طبعا لو رجعنا الوقت لمحمود حسين ده جوه التيتشر هلاقي ان هو خلاص هو ابديتد على الجديد صح ولا ايه؟